بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب في أحكام صلاة الكسوف. قال: باب في أحكام صلاة الكسوف. قال: قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال: صلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق العلماء، ودليلها السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكسوف آية من آيات الله تعالى يخوف الله بها عباده. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. باب في أحكام صلاة الكسوف، سميت بهذا الاسم نسبة إلى الحال، فإنها تكون إذا كسفت الشمس أو خسف القمر فتسمى صلاة الكسوف، وكذلك تسمى صلاة الخسوف. لكن الأشهر في كتب الفقه تسميتها بصلاة الكسوف، وتكون عند كسوف الشمس أو خسوف الشمس كذلك، وكسوف القمر أو خسوف القمر كذلك، وذلك إذا اختفى ضوء الشمس بالنهار أو اختفى ضوء القمر بالليل، فهذه تكون ظاهرة تسمى بالكسوف أو الخسوف. والله سبحانه وتعالى ذكر أن القمر له خسوف كما قال تعالى: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. فخسوف الشمس أو كسوفها أو خسوف القمر أو كسوفه، فجعل في الإسلام عليه تشريع، وهذا يدل على أن الإسلام ملأ حياة المسلمين بأحكامه وشرعه وما يكون متعلقا بكل أمر هم يعيشونه في حياتهم، حتى الشمس إذا كسفت أو القمر إذا خسف فإنهم عند ذلك يتعبدون لله سبحانه وتعالى وذكر الشيخ حفظه الله تعالى في بداية الباب هذه الآيات، قال: وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. يعني إشارة إلى أن الأصل في الشمس أن لها ضياء، وأن الأصل في القمر كذلك أن له نور، فإذا اختلف ذلك يكون بذلك اختلاف في نواميس الحياة الطبيعية، ولذلك لما كان الأمر على غير الطبيعة المعتادة في الخلق دل على أن هناك أمر، لأن الشمس والقمر لا يخسفان ولا ينخسفان إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، ليس كما يقول أهل المادة والطبيعة والإلحاد الذين يعتقدون أن هذه المخلوقات إنما هي تسير نفسها بدورات وكذا ونحو ذلك. هذا كله والعياذ بالله نتيجة الإلحاد، أي إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. أما أهل الإيمان فإنهم يعلمون أن هذه الحركات لهذا الكوكب أو ذاك
إنما هي بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يقدر ما يقدر بحكمة سبحانه وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر، والله سبحانه وتعالى يقول وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق، فإنه يقدر سبحانه وتعالى بحكمة. ولذا فإن هذه الحكمة في هذا الحال عرفت لنا وظهرت لنا من خلال إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما شرع الله له سبحانه في هذه الآية وهذه العلامة. فشرع الله له الصلاة وبين لأمته الحكمة من هذه الصلاة، فإنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال: ولما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، فصلى بالناس وأخبرهم أن الكسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عباده، وأنه قد يكون سبب نزول عذاب بالناس، وأمر بما يزيله، فأمر بالصلاة عند حصوله والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك من الأعمال الصالحة حتى ينكشف ما بالناس. ففي الكسوف تنبيه للناس وتخويف لهم ليرجعوا إلى الله ويراقبوه. فآية الخسوف أو الكسوف آية من آيات الله في خلقه يخوف الله بها عباده، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه لما ظن بعضهم أن الشمس انقسفت أو القمر لموت إبراهيم، لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد مات في اليوم الذي سبق هذه الآية، فقال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ولذا شرعت صلاة الكسوف، شرعت صلاة الكسوف. وقد يقول قائل إن هذه الآيات علمت الآن قبل ظهورها، فإن الناس يعلمون في يوم كذا أو في ليلة كذا سيكون هناك كسوف أو خسوف، فهل هذا معناه أن هذه الآية فقدت ما ينبغي أو فقدت ما هو مراد منها؟ الجواب لا، وحاشاه المسلم أن يقول ذلك، حاشا المسلم أن يقول ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يخوف بهما عباده. حتى ولو علمت زمن التخويف، هب أن ملكا من الملوك قال لرعيته أنا إن لم تفعلوا كذا سأعاقبكم في يوم كذا، هل هذا مقتضاه ألا يخافوا؟ أم أنهم إذا جاء اليوم الذي خوفهم به كانوا على خوف وكانوا على وجل، ولا سيما إذا علموا أن هذا الملك قدير وعنده قدرة على أن يوقع بهم هذه العقوبة؟ فهذا ينبغي أن يكون لكل عاقل فضلا عن أن يكون مسلما، فإنه حتى ولو علمت الآيات قبل حلولها فهذا ربما يكون له أثر أشد في القلوب، والله أعلم. فإنني أعلم أن الله في يوم كذا أو في ليلة كذا سيخوف العباد، سيخوف العباد في هذا اليوم، وهذا التخويف مقتضاه أن يتوب العباد إلى الله تعالى، وأن يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأن يراجعوا أنفسهم، لأن الملك سبحانه وتعالى يخوفهم. وهب أن ملكا من ملوك الدنيا أراد أن يخوف رعيته
فلما كان الزمان الذي أعلنه لتخويفهم بالعقوبة قالوا له لا نخافك ولن نأبه بك، كيف سيكون الحال وما هو الذي ربما يفعله بهم هذا الملك؟ قد يأمر بعقوبتهم ولو كان يقدر عليهم جميعا لبطش بهم جميعا، ولذا فإن الله سبحانه وتعالى إذا خوف العباد ولو علم ذلك قبله فهذا مقتضى أن يخافوا أكثر، أن يخافوا أكثر لا أن يتراخوا. وهذه مصيبة، أنت الآن ربما في بعض الأحوال يحصل كسوف أو خسوف، تجد كثيرا من المسلمين لا يأتون إلى المسجد يصلون صلاة الكسوف، وهذه مصيبة، وكأنهم بلسان حالهم يقولون لربهم نحن غير مبالين بهذا التخويف، لا نبالي بهذا التخويف، نسأل الله العفو والعافية. قال وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف إنما يحصل عند ولادة عظيم أو موت عظيم، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الاعتقاد وبين الحكمة الإلهية في حصول الكسوف. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. وفي حديث آخر في الصحيحين فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، يعني إذا ظهرت الآية أكثروا من دعاء الله وسؤاله حتى ينجلي، أي حتى تنتهي الآية ويزول أثرها فيزول معها التخويف. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى قال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فالله تعالى يجري على هاتين الآيتين العظيمتين الشمس والقمر الكسوف والخسوف ليعتبر العباد ويعلموا أنهما مخلوقان يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما من المخلوقات، ليدل عباده بذلك على قدرته التامة واستحقاقه وحده للعبادة. ولذا قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، لأن هناك من كان يعظم الشمس والقمر، ولذا إذا انخسفت الشمس والقمر ظنوا أن هذا لأمر في شأن الشمس والقمر، فجاء الإسلام يبين أن الشمس والقمر ليست آلهة وإنما هي مخلوقات يجري عليها ما يجري على كل مخلوق. ووقت صلاة الكسوف، أحكام تتعلق بصلاة الكسوف، قال ووقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى التجلي، وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى التجلي، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك فصلوا، يعني يبدأ وقت صلاة الكسوف من ابتداء الآية، إذا كسفت الشمس أو خسف القمر يبدأ وقت صلاة الكسوف فينادى بالصلاة، ينادى بالصلاة، وتنتهي صلاة الكسوف بانتهاء الآية. قال ولا تقضى صلاة الكسوف بعد التجلي لفوات محلها، فإن تجلى الكسوف قبل أن يعلموا به لم يصلوا له. قال وصفة صلاة الكسوف
أن يصلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة على الصحيح من قولي العلماء. وإلا فهناك الأحناف قالوا هي عبارة عن تسبيح والدعاء والذكر ونحو ذلك، ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وأنه صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم على صفة مخصوصة يأتي الكلام عليها. قال: يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة طويلة كسورة البقرة أو قدرها، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، بعد اعتداله كغيرها من الصلوات. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى بقدر سورة آل عمران، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد سجدتين طويلتين. إذن فالقيام فيه قراءتان، القيام فيه قراءتان وفيه ركوعان، فيه ركوعان. قال: ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى بركوعين طويلين وسجودين طويلين مثلما فعل في الركعة الأولى، ثم يتشهد ويسلم. هذه صفة صلاة الكسوف كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما روي عنه ذلك من طرق، بعضها في الصحيحين، منها ما روت عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات، يعني أربع ركوعات، أربع ركوعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف صلوات الله وسلامه عليه. قال: ويسن أن تصلى في جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تصلى فرادى كسائر النوافل، لكن فعلها جماعة أفضل. يعني لو إنسان تعذر عليه أن يصليها في جماعة صلاها منفردا، صلاها منفردا، لا أن تترك بالكلية، إنما يصليها مع الجماعة أو يصليها منفردا، والجماعة أفضل، لأن هذا من دواعي استجلاب الرحمة أكثر، فإن في ذلك إظهار للذل والافتقار وعظيم العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا في حق، ولكن هو من يعرف، فهل ممكن من لا يعرف يحمل المصحف؟ أي نعم، يجوز، وإن كان لا يستطيع القراءة، هل يستطيع أن مثلا يخلق بتصوير الصور ويكرر؟ لا لا. طيب لو أن إنسانا ماشي. طيب لو أن السؤال، لو أن إنسانا لا يحسن أو لا يحفظ أن يقرأ قراءة طويلة، البقرة، آل عمران، نحو ذلك، ماذا يفعل؟ يجوز له أن يقرأ بالمصحف، يجوز له أن يقرأ بالمصحف. طيب لو أنه لا يحسن قراءة المصحف ولا يحفظ القرآن،
فهل له أن يقرأ السور القصيرة ويكررها؟ الأولى إذا كان لا يحفظ كثيرا أن يقرأ ما يحفظ، أن يقرأ ما يحفظ، ثم بعد ذلك يفرغ إلى الدعاء، يفرغ إلى الدعاء. وهذه مسألة، وهي ماذا لو أنه صلى صلاة طويلة، يعني لو أن الناس صلوا صلاة طويلة لكن الآية لا تزال لم تنجلي، يعني لا تزال الآية في السماء لم تنجلي، ماذا يفعلون عند ذلك؟ يعني يفعلون الدعاء والصدقة ويظلون في دعاء وتضرع وقربة إلى أن تزول الآية أو تنجلي الآية. أيضا مسألة أخرى، لو أن إنسانا لم يدرك مع الإمام القراءة الأولى، القراءة الأولى في الركعة الأولى مثلا، وجاء في القراءة الثانية يجزئه ذلك، لأن الفاتحة والقراءة الثانية تجزئ عن هذه الركعة. طيب هنا في حال بالك، هنتكلم في حال إذا طال وقت الآية، فإذا كان الوقت قصير، ماذا لو أنه انجلت الآية أثناء الصلاة، شرع له عند ذلك أن يخفف صلاته وينتهي من الصلاة، ولو طالت حتى أطول من زمن الدعاء ونحو ذلك فعليهم بكثرة الدعاء والتصدق، ولو شق عليهم المكث في المسجد رجعوا إلى البيوت وأكثروا من الدعاء والسؤال ونحو ذلك، خلاف ما كان في الزمن القديم. كان الناس قديما، نسأل الله العفو والعافية والحمد لله على هذه الصحوة المباركة، وإلا فنحن والحمد لله في خير مع كل هذا الشر الذي يفعله أهل الشر، إلا أننا والحمد لله في خير. فكان الناس من يعني زمن قصير وليس بالبعيد، يعني 20 سنة أو نحو ذلك، كانوا إذا خسفت الشمس أو القمر كانوا يأخذون الأشياء، يعني الصفائح ونحو ذلك، ويخبطون عليها ويطبلون عليها حتى تنجلي عندهم يعني هذه المسألة، نسأل الله العفو والعافية. وهذا من الجهل الشديد. لا طبعا يقدم الفرض، يقدم الفرض، يعني لو طالوا هو يصلي، لكن معنى أنه يصلي ليس معناه أنه يصلي بصلاة يطغى بها على صلاة فريضة، لا، إنما ينتهي من هذه الصلاة ويشرع في صلاة الفريضة، بل الفريضة أعظم عند الله سبحانه وتعالى. أين؟ قال: ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة والاغترار ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار. يعني هذا الكلام معناه أنه يشرع خطبة قصيرة بعد الصلاة، يشرع للإمام أن يخطب بهم خطبة قصيرة أو فيهم خطبة قصيرة يذكرهم فيها بآيات الله سبحانه وتعالى وبالدعاء والاستغفار والتوبة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا وتصدقوا. إذن فهذا الأمر فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم، فإنه بعدما انتهى من الصلاة ذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وهذا على القول الصحيح من أقوال العلماء أنها يشرع لها أيضا خطبة بعد الصلاة. قال: فإذا انتهت الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف ذكر الله ودعاه حتى ينجلي. إذا انتهت الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف ذكر الله ودعاه حتى ينجلي، ولا يعيد الصلاة وإن انجلى الكسوف وهو في الصلاة.
أتمها خفيفة ولا يقطعها. إذا انتهت الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف ذكر الله ودعاه حتى ينجلي، يعني انتقلوا إلى الدعاء والذكر ونحو ذلك، ولا يعيد الصلاة. وإن انجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولا يقطعها، لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. قال فالصلاة تكون وقت الكسوف لقوله حتى ينجلي وقوله حتى ينكشف ما بكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منه، فقد تكسف كلها وقد يكسف نصفها أو ثلثها، يعني يختفي ضوءها كله أو يختفي بعض ضوئها. فإذا عظم الكسوف طول الصلاة، يعني ده إرشاد، يعني إنه لو وجد أن القمر كله مختفي مثلا أو الشمس كلها مختفية إذن الكسوف سيطول. أما إذا كان جزء فيدل على أنه لن يطول. قال فإذا عظم الكسوف طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة، وبعد الركوع الثاني يقرأ بدون ذلك، يعني أقل من ذلك. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا، وشرع تخفيفها لزوال السبب. وكذا إذا علم أنه لا يطول، أي الكسوف يعني، وإن خف قبل الصلاة شرع فيها وأوجز، وعليه جماهير أهل العلم لأنها شرعت لعلة وقد زالت، وإن تجلى قبلها لم يصلي. يعني لو أن الآية ظهرت فدعا الناس إلى الصلاة وقبل أن يشرعوا في الصلاة انجلت الآية لا يصلي، ولكن عليه بالدعاء والصدقة والتوبة من الذنوب. قال باب في أحكام صلاة الاستسقاء. قال الاستسقاء هنا هو طلب السقيا من الله تعالى، فالنفوس مجبولة على الطلب ممن يغيثها وهو الله وحده، وكان ذلك معروفا في الأمم الماضية وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى استسقى موسى لقومه، دليل على أن الاستسقاء كان في الأمم السابقة، لا يشترط أن يكون على نفس الهيئة لكن كان موجودا في الأمم السابقة، بمعنى كان يخرج النبي يدعو بالناس كما فعل موسى عليه السلام، وقد يشرع معه صلاة أو نحو ذلك كما هو في شريعة الإسلام. قال واستسقى خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته مرات متعددة وعلى كيفيات متنوعة، وأجمع المسلمون على مشروعيته. ويشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض، أي أمحلت وانحبس المطر وأضر ذلك بهم. أجدبت الأرض بسبب عدم الماء، الأرض يظهر فيها العطش وبالتالي يفسد ما فيها من زرع ونبات ونحو ذلك. قال وانحبس المطر وأضر ذلك بهم، فلا مناص لهم أن يتضرعوا إلى ربهم ويستسقوه ويستغيثوه بأنواع من التضرع، تارة بالصلاة جماعة أو فرادى، وتارة بالدعاء في خطبة الجمعة. وهو الشيخ هنا بيشير إلى خلاف أيضا بين الفقهاء، وهو أن بعض الفقهاء أيضا قال الاستسقاء هو عبارة عن الدعاء في صلاة الجمعة ونحو ذلك. والصحيح ثبوت صلاة الاستسقاء، فضلا عن أن الاستسقاء كذلك يكون بالدعاء ولو من غير صلاة، ولو من غير
صلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الأعرابي وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالاستسقاء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فأمطرت السماء على الفور، وظلوا أسبوعا على ذلك حتى جاء الأعرابي في الجمعة التي بعدها وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يمسك السماء لكثرة المطر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذلك فامتنع المطر. فهذا فيه دليل على أن الاستسقاء يجوز كذلك بالدعاء. قال: وتارة بالدعاء في خطبة الجمعة يدعو الخطيب والمسلمون يؤمنون على دعائه، وتارة بالدعاء عقب الصلوات وفي الخلوات بلا صلاة ولا خطبة، فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة، كما كذلك في صلاة الكسوف، وإن كان بعض أهل العلم، ويعني غفلنا عن ذلك، وإن كان بعض أهل العلم يرى وجوبها على الكفاية، يرى وجوب صلاة الكسوف على الكفاية، يعني لا بد أن تقام في الأمة، فإن لم تقام فيأثم كل قادر عالم بها. قال: وحكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه. ولغيره من الأحاديث قال: فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وصفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد، في موضعها وأحكامها كصلاة العيد، يعني في وقتها وطريقتها ونحوها، فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد، وأحكامها كأحكام صلاة العيد في عدد الركعات والجهر بالقراءة، وفي كونها تصلى قبل الخطبة، وفي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية قبل القراءة كما سبق بيانه في صلاة الليل. وهذا ضعيف، التكبيرات يعني الخبر فيها ضعيف لا يثبت، يعني في صلاة الاستسقاء هو يشير إلى أنه يكبر كما يكبر في صلاة العيد، فالتكبير ضعيف. قال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم وغيره. ومن هذا الحديث أيضا بعض العلماء استدل على التكبير، قالوا لأنه قال صلى ركعتين كما يصلي العيد، لا، المقصود أنه صلاها قبل العيد، قبل الخطبة، صلاها قبل الخطبة، وأنه صلاها في وقت العيد، في وقت صلاة العيد، وأنه صلاها كذلك في الخلاء كما يصلي العيد. قال: ويقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية، ويصليها أهل البلد في الصحراء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا في الصحراء، ولأن ذلك أبلغ في إظهار الافتقار إلى الله تعالى. ولو أنت تأملت هيئة خروج النبي صلى الله عليه وسلم وخروج الناس علمت الحكمة من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الاستسقاء فإنه كان يخرج إلى الصحراء، وكذلك كان يصطحب الضعفاء، وكان إذا جاء للخطبة قلب رداءه صلى الله عليه وسلم، قلب رداءه يعني تفاؤلا بتغير الحال، تغير الحال، فإن
الحال حال جد وشدة وعطش، يوشك أن يموت الناس، فلما كان يخرج يقلب رداءه، نوع من إظهار الذل كذلك والافتقار لله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يلبس ملابسه بالمقلوب هذا فيه نوع من التبذل، وهذا التبذل فيه إظهار للذل والافتقار واستشفاق واسترحام. ولذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الاستسقاء فعل مثل ذلك صلى الله عليه وسلم، ويصطحب الأطفال، يصطحب يعني حتى أن العلماء قالوا يستحب اصطحاب الأطفال والضعفاء، بل استحب بعضهم اصطحاب الدواب، اصطحاب الدواب، وكأن المسلمين بحالهم يقولون لربهم ها نحن قد خرجنا ب يعني عيالنا ودوابنا نشكو لك ضعفنا فاسقنا. قال وإذا أراد الإمام الخروج لصلاة الاستسقاء فإنه ينبغي أن يتقدم ذلك تذكير الناس بما يلين قلوبهم من ذكر ثواب الله وعقابه، وبأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب لمنع القطر وانقطاع البركات، والتوبة والاستغفار سبب لإجابة الدعاء. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويأمرهم بالصدقة على الفقراء والمساكين لأن ذلك سبب للرحمة، ثم يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيأوا ويستعدوا لهذه المناسبة الكريمة بما يليق بها من الصفة المسنونة، ثم يخرجون في الموعد إلى المصلى بتواضع وتذلل وإظهار للافتقار إلى الله تعالى. ولقول ابن عباس رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على هذا النحو، فكيف بمن هم دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخرج صلوات الله وسلامه عليه متذللا متخشعا، يعني يظهر الخوف والخشوع من الله سبحانه وتعالى، متضرعا يظهر عظيم الدعاء والضراعة لله سبحانه وتعالى. قال وينبغي ألا يتأخر أحد من المسلمين يستطيع الخروج، حتى الصبيان والنساء اللاتي لا تخشى الفتنة بخروجهن، فيصلي بهم الإمام ركعتين كما سبق، ثم يخطب خطبة واحدة. وبعض العلماء يرى أنه يخطب خطبتين، والأمر واسع، الأصح إنها خطبة واحدة، ولكن الاقتصار على خطبة واحدة أرجح من حيث الدليل. وكذلك كون الخطبة بعد صلاة الاستسقاء هو أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي بهم أولا ثم يخطب فيهم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. واستمر عمل المسلمين عليه، وورد أنه صلى الله عليه وسلم خطب قبل الصلاة، وقال به بعض العلماء والأول أرجح والله أعلم. وينبغي أن يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، لأن ذلك سبب لنزول الغيث، ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى، ويرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في دعائه بالاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. يعني من خصائص الاستسقاء صفة الدعاء، حتى أنس رضي الله عنه قال في حديث لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه
إلا في صلاة الاستسقاء. فبعض العلماء ظن من هذا الحديث عدم سنية رفع اليدين في الدعاء إلا في الاستسقاء، وهذا غير صحيح. والصحيح أن أنس رضي الله عنه يحكي حالا معينا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينفي رفع اليدين، إنما هو يحكي وصفا معينا لرفع يديه في الاستسقاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أيضا في الأخبار الصحيحة عنه أنه لما دعا في الاستسقاء رفع يديه رفعا لم يفعله في غيره من الدعاء، في غيره من الدعاء، فرفع يديه حتى قال أيضا بعض العلماء أنه عكسها على غير المعتاد في الدعاء، يعني دعا هكذا. المعتاد في الدعاء أن يجعل بطون كفيه إلى السماء، أما في الاستسقاء ففعل هكذا ورفع يديه رفعا شديدا، رفع يديه رفعا شديدا إظهارا للذل الشديد والفقر الشديد، وقالوا هذه هيئة ذل شديدة جدا. وأما إشارة اليد بالمقلوب قيل إما أن الراوي يقصد أنه رفع رفعا شديدا فكأنه قلب يديه، أو أنه قصد بالفعل أن يقلب كفيه كأنه يشير بحاله إلى الطلب، وهو الاستسقاء ونزول المطر وطلب نزول المطر. قال وينبغي أن يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، لأن ذلك سبب لنزول الغيث، ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى ويرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في دعائه بالاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، ويصلي الحديث تحت معنا في الهامش. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وهذا ظنه بعض العلماء أنه نفي لرفع اليدين في عموم الدعاء، والصحيح أنه يستحب رفع اليدين في عموم الدعاء، في عموم الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الله عز وجل يستحيي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورؤي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر وليلة الأحزاب يدعو ويرفع يديه حتى أشفق عليه أبو بكر لما سقط رداؤه من على كتفه من شدة رفعه يديه صلى الله عليه وسلم. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أسباب الإجابة، ويدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن اقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويسن أن يستقبل القبلة في آخر الدعاء ويحول رداءه، فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وكذلك ما شابه الرداء من اللباس كالعباءة ونحوها، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه صلى الله عليه وسلم. حول رداءه يعني العلماء يقولون حول، يعني لو كان على يعني يلبس مثلا رداء يأتي بهذا الجانب الجانب الآخر، وهذا يظهر في قلب الرداء، هذا يظهر في قلب الرداء، يعني لو لابس عباية وقلبها جاء الجانب ده في الجانب، لو يلبس مثلا قميص نفس الكلام ونحو ذلك. قال والحكمة في ذلك والله أعلم التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه من الشدة إلى الرخاء ونزول الغيث،
ويحول الناس أرديتهم، لما روى الإمام أحمد وحول الناس معه أرديتهم. ولأن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته، نسأل الله العفو والعافية. المصريين ربما لا يعرفون صلاة الاستسقاء، يعني أقصد يعني أكثرهم لا يعرف، أو كثير منهم لا يعرف صلاة الاستسقاء، نسأل الله السلامة والعافية. يعني نظرا لأن الله أنعم علينا بهذا النهر، بهذا النهر، لكن هذه الصلاة في الحقيقة تظهر لك المعاني العظيمة من العبودية والذل والافتقار، من العبودية والذل والافتقار. ولذلك قسوة القلوب هذه، قسوة القلوب هذه التي نراها في المصريين الآن، كفيل بصلاة استسقاء واحدة أن يخرج فيها أن تكسر هذه القسوة، والله أعلم تكسر هذه القسوة. لكن رحمة الله عز وجل بنا طمعتنا، يعني إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. انظروا، لأننا عندنا الماء، ولذلك فلا يحدث مثل هذه الصلاة. صلاة الناس كلهم يلبسوا هدومهم بالمقلوب، تخيل أنت الناس يروحوا يمشوا في الشوارع لابسين هدومهم بالمقلوب وهم طالعين، أو حتى لما يوصلوا حتى أرض المصلى كل واحد يقلب الهدوم بتاعته. تصور أنت الهيئة هذه، تصور العلمانيين والليبراليين وهؤلاء ماذا سيفعلون؟ سيسخرون طبعا، سيسخرون من الناس بهذه الصلاة، ولذلك سيفضحهم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. بس ما بيحصلش جد، عدم نزول الأمطار على الدول التي ماشي، بس ما بيحصلش جد. لا، بسبب أن بعض الأراضي الزراعية ليصلها الماء، هل يجوز لنا نصلي استسقاء؟ يصلي استسقاء كل من تضرر بامتناع الماء، كل من تضرر بامتناع الماء يصلي استسقاء. نعم. قال: ولأن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته ما لم يدل دليل على اختصاصه به، ثم إن سقى الله المسلمين وإلا أعادوا الاستسقاء ثانيا وثالثا، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. يعني إن خرج الناس إلى صلاة الاستسقاء فنزل المطر فالحمد لله على كل حال وعلى نعمة الله، إن لم ينزل المطر أعادوا الصلاة المرة والثانية والثالثة في حالة إلحاح على من بيده هذا ومن بيده ذلك حتى ينزل المطر. قال: وإذا نزل المطر يسن أن يقف في أوله ليصيب منه ويقول: اللهم صيبا نافعا، ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. يعني يستحب إذا نزل المطر، سواء كان في الاستسقاء في الحقيقة أو في عموم المطر، يستحب للإنسان أن يدعو الله تعالى ويسأله من فضله: اللهم صيبا نافعا، اللهم يعني هذا من فضلك ورحمتك، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، ونحو ذلك. وإذا زادت المياه وخيف منها الضرر سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضرار والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، متفق عليه، والله أعلم. يعني إذا خافوا زيادة الماء، سبحان الله العظيم، هم يستسقون للحياة، وهم في ذات الوقت أيضا يدعون للحياة بعدم المطر الشديد، سبحان الله العظيم. وهذا في إشارة إلى أن كل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، سبحان الله العظيم. حتى النعم، حتى النعم لو زادت عن حدها انقلبت إلى ضدها. لو أن الله أنعم على الناس على الدوام وأعطاهم النعم والنصر والتمكين وكذا على الدوام لتبطلوا. ولذلك يداول الله عز وجل ذلك في الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس.
صحيح. نقف على باب في أحكام الجنائز إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.